تواصل قوى الأمن الداخلي تحتفل بمناسبة اليوم العالمي للمرور. واللواء محمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية يهنئ العناصر والضباط ويدعوهم للالتزام بالجاهزية الكاملة وإدراك حجم المهام الملقاة على عاتقهم في الظروف الراهنة. على مدار الساعة ينظمون حركة العابرين ويحرصون على سلامتهم ويقدمون العون لمن يحتاج. هذا ما يقوم به عناصر وضباط المرور في الظروف العادية، وفي أيامنا هذه تضاعفت مسؤولياتهم مرات كثيرة. وكما عود مرؤوسيه في كل مناسبة، جال اللواء محمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية على عدد من المراكز والنقاط المرورية معايدا الضباط والعناصر، والبداية كانت من فرع المرور. هنيكم بهالليل، واتمنى يكون حافز ايضا لشحذ الهمم في المستقبل لمزيد من العطاء ومزيد من الحرص ومزيد من المتابعة لنعطي الصورة المثالية أمام مواطننا أن نحن جنود نعمل بجد ليل نهار ومتواجدين في الشارع لنحفظ الأمن والاستقرار في هذا البلد. المهم أن يكون العمل دائما مصلحة المواطن هو البوصلة تبعكم، ما يصير في أي تقصير باحترامه وبإنجاز مهمته وعمله بأقصر وقت ممكن. أنت كمهندس قسمك مفروض دائما، بما أنه العمل على الحواسب هذا يحتاج إلى تدريب ليوصل المستمر ليصل إلى مرحلة المهارة، وهي اللي مطلوب مننا ذكر رئيس قسم. ودعا اللواء الشعار الضباط والعناصر إلى ضرورة الالتزام بالجاهزية الكاملة وإلى اليقظة والاستعداد الدائم وإدراك حجم المهام الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الدقيقة. كل المخالفات تشوفوها لازم تعالجوها بشكل وفق القانون، وبنفس الوقت احترام المواطن وتسهيل عمل المرور بشكل كتير منيح حتى تريحوا المواطنين بالشارع. حريصين على تنفيذ وتطبيق القانون والحفاظ على سلامة المواطن وأمن المواطن بالدرجة الأولى، أمن البلد. بين همتك طيبة وكويسة، بتمنى تكون دائما هالهمة عالية وتكونوا بالفعل مثال للجندي اللي بيمثل وطنه وبلده. وأوصى وزير الداخلية باحترام المواطن وتطبيق القانون على الجميع دون تقصير أو تعسف. في الوقت الذي تحتفل فيه سوريا بيوم المرور العالمي، تتجلى العلاقة الأخوية بين المواطن والشرطي لتحقيق السلامة وتطبيق القانون. وتؤكد وزارة الداخلية أن ضباطها وعناصرها في خندق واحد مع بواسل قواتنا المسلحة لمنع مرور كافة أشكال المؤامرات التي تستهدف أمن الوطن. جعفر أحمد لأخبار تلفزيون دمشق.